السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي مطبخ شيري ايزي اند كويك. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. بصراحة الفيديو ده أنا كنت بصوره بالطول عشان كنت هنزله شورت أو فيديو قصير على اليوتيوب، ولكن قلت لازم أن أنا أشرح لكم بالتفصيل إزاي تختاروا ثمرة البابايا من عند الفكهاني أو من السوبر ماركت أو من الهايبر ماركت زي كارفور. فحسيت أن الفيديو القصير مش هيفيدكم قوي. أنا واحدة من الناس ما كنتش بعرف أنقيها الأول كويس، زي الافوكادو بالظبط، يعني مفهومها يعني مش منتشر عندنا في مصر قوي، لكن لما سافرت بره جربت مره واتنين وتلاته لحد ما عرفت، وفضلت ادور كمان في اليوتيوب وكده لحد ما عرفت ازاي اعرف ان انا اختارها، وحبيت ان انا افيدكم زي ما انا استفدت بالظبط. اول حاجه واحنا بننقي الثمره لازم يكون فيها شويه من الاصفر زي ما انتم شايفين. الثمره لازم تكون طريه سنه، مش طريه قوي، ملمسها من بره بيبقى عامل زي المانجا ومن جوه بتبقى زي المانجا، وطالما هي بتبقى مستويه معاكي يبقى لازم البذور من جوه بتاعتها لازم تكون سودة بالمنظر ده. لو فتحتي ولقيتي البذور من جوه لونها ابيض معناها ان هي مش مستويه وهيطلع طعمها وحش جدا. طبعا انا كنت جايباها كده، وحتى هتشوفوا عند الحته بتاعه القطف بتاعتها اللي من فوق دي، ان مكان ما بيقطفوها ان هي ايه مستويه، فلازم يكون فيها درجه من ايه الصفور من بره. اما بالنسبه لو جبتيها جامده مثلا وكان عليها عرض، فتقدري انك تحطيها في ورق جرايد وفي كيس، تقفلي الكيس وتحطيه في مكان مظلم في الدولاب بتاع المطبخ مثلا، مثلا من 3 ايام لخمس ايام، تفتحي عليها وتتاكدي لحد ما تبدا تطرى معاكي. لازم تفتحي تلاقي البذور بتاعتها من جوه سودا علشان تكون مستويه معاكي وتقدري انك تستمتعي بطعمها. بصراحه الطعم بتاعها كان مسكر وحلو، ولكن هو مش زي اي فاكهه خالص انا اكلتها، ولا مزيج من الفواكه، ولا مانجا ولا اناناس ولا فاهمين. ف يعني بصراحه طعمها ما عجبنيش، ولكن هي فيها فوائد غذائيه كتير جدا 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 جدا. بالنسبه طبعا للناس اللي بيحبوها فدي كانت مسكره، فهي بس بصراحه يعني ولا طعمها حتى زي الشمام ولا اي حاجة ولا الكنتالوب ولا كده. فبدأت ان انا اقطعها وبدأت ان انا اشيلها في الفريزر، اعملها سموزي او عصاير مع البرتقال او مع المانجا، بيبقى طعمها حلو قوي، والفاكهة التانية يعني بتغلب على طعمها وبتخلي طعمها احسن بكتير. بجد هي حلوة وكلها فوائد غذائية كتير جدا للشعر وللجسم، فلو لقيتوها هاتوها وجربوها وهتعجبكم بإذن الله، ورب تكون النصايح اللي انا قلتها لكم النهاردة ده تفيدكم. يا رب اكون قدرت ان انا افيدكم زي ما استفدت، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. اشوفكم الفيديو القادم على خير، ما تنسونيش من دعواتكم الحلوه، والسلام عليكم.